مشاهدين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك. حلقتنا النهاردة بعنوان تقويم الأسنان للكبار. مهمة قوي الابتسامة الجميلة المشرقة، نقول كده الانطباع الأول يدوم، نقول كمان الابتسامة الجميلة بتدي ثقة كبيرة جدا بالنفس، وعشان كده التقويم من الأشياء المهمة جدا. الخط الدفاعي الأول لشكل الأسنان المنسق الجميل اللي بنشوفه في حالات كبيرة جدا من الأطفال والشباب، لكن يمكن ما تطرقناش فيه للأعمار المتقدمة أو للكبار. معايا مع حضراتكم في هذا الموضوع النهاردة دكتورة تريز يوسف، استشاري طب وجراحة الفم والأسنان بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفى الحياة، وزميلة الجمعية العالمية للتقويم بالولايات المتحدة الأمريكية. فاصل قصير نبدأ حوارنا مع دكتورة تريز، خليكم معنا. مستشفى الحياة للأسنان HDH، عنوان المستشفى 5 شارع سيزو ستريس، الكربة، مصر الجديدة. تليفونات المستشفى 032-91-57-31 أو 032-91-57-41 أو 0-106-88-29-157 أو 0-106-88-29-155. فيسبوك مستشفى الحياة للأسنان حياة دنتل، إنستغرام الحياة دنتل هوسبيتال. هنا في مستشفى الحياة للأسنان، واستكمالاً لما تقدمه مستشفى الحياة للخدمات الطبية كصرح طبي، قررنا أن احنا ننشأ قسم خاص للأسنان استكمالاً لهذه الخدمات اللي تقدمها المستشفى. مستشفى الحياة الأسنان هي مستشفى مستقلة، يتم الحجز تليفونياً في المستشفى للحجز على كافة الأطباء بالمستشفى. وطبعاً المستشفى عندنا هي حقيقة مجهزة بأحدث الأجهزة، كل الأجهزة الحديثة الخاصة بالتقويم، الخاصة بالزراعة، الخاصة بالليزر، طب الأسنان، الخاصة بالتركيبات، خاصة في علاج الأعصاب، كل الأجهزة المتوفرة بالمستشفى في الوقت الحالي استكمال الخدمة التي تقدمها المستشفى للمريض على أحسن وجه. عندنا كل كافة التخصصات اللي موجودة في المستشفى في كافة مجالات طب السنان، من تقويم، من زراعة، من جراحة، من علاج أعصاب، من تركيبات ثابتة مع تركيبات متحركة، واستخدام الليزر في طب الأسنان، وطبعا كل ما يتعلق بعلاج اللثة وأمراض اللثة وغيره من مجالات مختلفة في طب الأسنان. جهاز الليزر ده بيقوم بعمال في طب السنان زي كل مجالات الطبية الآن، من العيون أو من الجلدية. ففي مجال طب السنان ممكن نشيل بيه الأورام الحديدة، ممكن إن احنا نعمل عمليات الجراحية البسيطة، شيل اللحمية، تجميل الأسنان. في بعض العمليات خاصة بالتصاق اللسان والتصاق الشفاه بنقدر نشيل بيها بجهاز الليزر. هو بيعمل عملية تبخير وهو التئامه سريع، وبيبقى مفيش دم أثناء الشغل في الجراحة، فده التئام بيبقى أسرع وبيسهل للدكتور الشغل. وكمان عندنا قسم الاحتياجات الخاصة والعلاج تحت المخدر العام،
حالات الأطفال والكبار اللي بتستدعي ذلك، وده بيوفره لنا وجودنا داخل مستشفى الحياة، وده بيكون من مميزات المكان اللي احنا بنقدمها للعيان. نقدر كمان نعمل علاج عصب، نعمل علاج الأعصاب في جلسة واحدة، وعلاج الأعصاب في جلسة واحدة بجهاز الإندوموتور اللي موجود عندنا ومتوفر، وخاصة للعيانين اللي بيجونا من خارج القاهرة أو من خارج مصر نقدر نقدم لهم الخدمة دي، نظرا لوجود عندهم ضيق في الوقت وبيحتاجوا يخلصوا شغلهم في فترة صغيرة. طبعا التعقيم عندنا على أحدث مستوى، أجهزة ألمانية، مش جهاز واحد، أكتر من 3 أجهزة كلهم بيتميزوا ان هم يقدروا يموتوا الفيروس او يقضوا على الفيروس، والعيان ياخد خدمه مميزه ويطلع مطمن من المكان ان ما عندوش اي مرض منتقله عن طريق الاسنان سواء منه او ليه. طبعا بالنسبه للمميزات الثانيه بالنسبه للاسنان، الخدمه دي بتقدم على مدار اليوم من الساعه 10 صباحا حتى 10 مساء باستمرار. وتتميز مستشفى الحياة الأسنان أيضاً بوجود جميع أنواع الأشعة التشخيصية، لأن دلوقتي مجال الأشعة في طب السنان بقى مهم جداً، سواء في التشخيص المرض أو زراعة الأسنان أو التقويم. الحاجات دي كلها بدون الأشعات بتبقى صعب جداً علاجها بدقة، طبعاً تبقى أشعات دقيقة جداً. مميزات مستشفى الحياة الأسنان إن إحنا هنا بنتعاون كتيم ورك لمصلحة المريض، من أطباء ومن تمريض ومن حسابات ومن ريسبشن، وجميع الإداريين الموجودين في المكان بيقدموا أحسن خدمة للعيان، وفي توافق وتناسق ما بيننا وبين بعض عشان يطلع المريض من هذا المكان مطمن ومستريح نفسيا، وده استكمالا لما تقدمه مستشفى الحياة الخدمات الطبية ومستشفى الحياة الأسنان للمريض على أكمل وجه. مشاهدين اهلا بحضراتكم معانا النهارده. طبعا حلقتنا من الحلقات المهمه جدا، اللي دايما بنقول الابتسامه او الانطباع الاول اللي بيدوم، عشان كده دايما الابتسامه او تنسيق الاسنان بشكل مظبوط ده بيكون جميل واهميته قصوى. النهارده نتكلم على التقويم لكن عند الكبار. النهارده ضيفه حلقتنا النهارده المشرفانه دكتوره تريزا يوسف، استشاري طب وجراحه الفم والاسنان بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه وزميله الجمعيه العالميه للتقويم بالولايات المتحده الامريكيه. برحب بحضرتك معايا دكتوره تريزا النهارده. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه دايما بنشوف ان مواضيع الاسنان دي مواضيع جميله ومهمه، لان دايما بنبتسم كده ابتسامه واسعه وكبيره، بنتكلم على شكل الفم او شكل الاسنان، ترتيب الاسنان. ناس كتير قوي شكلها يعني جميل لكن ممكن ابتسامتهم يكون فيها مشكله، فتخلي شكل الوجه بشكل عام يبقى فيه ديفكت، يبقى فيه مشكله. عشان كده انا بحس ان موضوع التقويم او موضوع تصفيف الاسنان او الشكل المظبوط للسنان دي حاجه مهمه قوي. والحقيقة النهاردة برضو موضوعنا والتايتل أو العنوان بتاعنا على فكرة الكبار دي برضو بيزيدها أهمية، لأن دايما بنتكلم على التقويم عند الأطفال أكتر، لكن عند الكبار دي الحقيقة برضو موضوع مهم النهاردة نطرحه مع السادة المشاهدين. خلينا نبتدي مع حضرتك النهاردة في فكرة التعريف. إيه هو التقويم؟ إزاي فكرنا في التقويم؟ وفعلا التقويم ده شكله أو بينفع لإيه؟ يعني هو حلو قوي المقدمة اللي حضرتك بتقولها، لأنه فعلا ترتيب الأسنان بتفرق جدا في نفسية الإنسان وفي حضوره. صحيح. ويعني مهم قوي قوي أن الواحد يبقى عنده ثقة في نفسه، فهو بيتكلم ويبتسم ما يبقاش بيداري حاجة في سنين. صحيح.
ايه هو التقويم؟ التقويم يعني أورثودونتك، أورثو يعني استقامة، ودونتك يعني أسنان، يعني معنى كده استقامة الأسنان أو تقويم الأسنان أو تعديل الأسنان. بيعالج إيه؟ ما احنا بنقول استقامة الأسنان هو بيعالج العيوب، الأسنان المعوجة اللي خارج لبرة والسنان اللي راكبة على بعض، وبيعمل ابتسامة حلوة بس بالأسنان الطبيعية، يعني بنعيد ترصيص الأسنان فيبان الابتسامة جميلة. أظن أن هي دي يعني الكلمة الجوهرية أو الذهبية في التعريف. يعني إحنا بنستعمل الأسنان الطبيعية، عشان بالتالي شفنا كثير من التجميل دلوقتي في قصة الأسنان، عشان في حاجات artificial بتتحط يعني، لكن إحنا هنا التقويم بنعدل الطبيعي بتاع الإنسان. وأظن إحنا طبعا عندنا صورة على الشاشة يعني برضو حاجة تشرح لنا منها، بس أظن كمان إن فكرة إن إحنا دايما يكون هو ده الخط الأول لينا في تصحيح الأسنان، هو لازم يكون الخط الأول قبل ما نروح للحاجات التانية. يعني حاجات تانية بنقول هي مشروعة وهي بالعكس هي حاجات جميلة وتطور كبير جدا في مجال طب الأسنان، لكن خلينا نشوف إيه الخطوط يعني أو إيه الستيجز أو مراحل اللي نتحرك فيها في وقت التجميل. مظبوط كده دكتورة؟ حلو قوي، هنتكلم عليه حاضر. طبعا هنا يعني يمكن برضو عايز أعلق على الصورة اللي قدامنا على الشاشة على شخص عنده أسنان كثيرة جدا في الفم، شكل ده حضرتك تشوفيه إزاي؟ هل ده تقويم؟ طبعا دي مثلا حالة عنده سنان طلعة وسنان داخلة مش مرصوصين في حرف اليو اللي هو اللي مفروض يكون يعني، فطبعا بيبقى متضايق جدا. ده نفس حالة تاني الفك اللي فوق بتاعه مثلا، سنة أو الناب طالع لبرة كده شكل غريب، ده برضو حاجة تاني، الفك ما فيهوش مكان للناب فالناب طالع باصص في حتة تاني. نتج عن إيه يا دكتورة تريزا؟ يعني أنا الحقيقة بشوف الصور أو الأشكال دي كلنا نتساءل، لأن إحنا برضو بنخاف على أولادنا، نعمل إيه؟ نقي نفسنا إزاي إن مثلا شكل السن ده ما يطلعش؟ حلو قوي قوي السؤال دوت، عشان انا عامله له جزء يعني احب اتكلم فيه. يعني انا الحقيقه بناشد كل اسره ان هي تبتدي تهتم بانها تودي الطفل من سن 8 سنين لسن 12 سنه لدكتور التقويم او حتى لدكتور اسنان عادي، علشان في عيوب كتير نقدر نتلاشاها لو بدانا الطريق من بدري. فيعني لو احنا نهتم بان احنا نزور دكتور السنين كل 4 شهور مره في السن ما بين 8 و12، هنقي مشاوير كتير قوي في عيوب الاسنان. بشكرك قوي، يعني بيتهيأ ده تنويه مهم. الحقيقه دايما نقول ان الوقايه يعني اهم واصلح وافضل وكل حاجه ستريت فورورد، يعني ان انا اوصل لحاجه حلوه في اقل وقت ومن غير تكاليف ومن غير كده. محدش ليه يعني محدش يعني يحب ويفضل ان هو يروح في الاخر يتعالج، لو نقدر نقي نفسنا دايما ده هو الخط الاول. فكرة التقويم طبعا هي فكرة محترمة جدا، لان ناس كتير فعلا عندها مشاكل زي ما حضرتك وضحتي وقلتي. انا بشوف كمان ان هي مشاكل نفسية اكثر بكثير من المشاكل اللي ممكن تحدث يمكن وظيفية. في طفل بيبقى مكسوف يضحك، صحيح مش عايز يضحك عشان ما يبينش العيوب، هو حابب يبتسم كده ما يبينش السنين، مع ان لما يضحك الانسان ويبين السنين بتبقى في اقبال على الحياه يعني. ودايما حتى في الصور نقول التصوير الواحد بيبين سنينه ده بيبقى دايما اجمل. فمش مش الصوره بتعكس بقى. في حد يجي يقول لي انا مش بحب اضحك في الصور، مش بحب اتصور. صحيح. طيب خلينا نقول برضو التقويم هنا بيصلح ايه وبيعالج ايه، وايضا عايز الحقيقه اتكلم مع حضرتك في حته الاعمار. يمكن النهاردة زي ما قلنا كده العنوان بتاع حلقتنا على تقويم الأسنان للكبار، اتعودنا دايما نتكلم زي ما كنا حتى بنتكلم على فكرة الأطفال، ازاي الأطفال ناخد بالنا من تقويم أسنانهم أو شكل أسنانهم عامل ازاي، ودايما مراحل مبكرة أفضل. الكبار هنا وتقويم الأسنان عند الكبار حضرتك بتشوفيه ازاي، أو إلى أي مدى إحنا واصلين في التطور؟ هو إحنا عايزين نقول إن في نقطة تحول اللي هو سن البلوغ اللي هو 12 سنة، في حاجات بتتصلح قبل ال 12 سنة من سن وحدها يا دكتور يعني؟ لا هقول من سن 8 ل 12، وفي حاجات بتتصلح بعد ال 12. الحاجات اللي بنصلحها قبل ال 12 اللي هي نمو الفك. بيجي ساعات حالة مثلا
الفك اللي فوق كبير عن الفك اللي تحت طالع لبره، او الفك اللي تحت كبير عن الفك اللي فوق. العيب دوت لو الطفل اتشاف عند دكتور السنين في سن من 8 ل 12 بنعمل حاجة اسمها تقويم تعديل نمو الفكين، وده هيكلم عليه زميلي دكتور أنجلو في حلقة مستقلة، لكن حابة أنوه عنه إن إحنا نحب قوي إن الطفل يزور دكتور السنين في سن ما قبل البلوغ اللي هو 12 سنة، عشان كل عيوب الفكين ممكن تصلحها بإن إحنا بنعمل تعديل نمو بأجهزة خارجية علشان خاطر يعني نوفركم أو يعني نختصر مشوار التقويم الصعب بتاع الفكين العلاج الكبار يعني. فده قبل ال 12 سنة. من عند 12 سنة بيبتدي التقويم عند الكبار. كلمة الكبار اللي هو بعد البلوغ، مش معناها في الثلاثين والأربعين، هو كلمة التقويم عند الكبار تبدأ من بعد البلوغ اللي هو 12 سنة تقريبا، 12-13. بنعمل أشعة اسمها بانوراما عشان نتأكد إن الجذور بتاعة الأسنان اكتملت. هنا نقدر نتدخل بالتقويم بتاع الكبار في ال 12-13، بس بشرط ان الجذور تكون اكتملت، لان لو دخلنا وعملنا تقويم والجذور لسه مفتوحة بتاعت الضواحك اللي هي الضروس المتوسطة، بيبقى فيه يعني أزية معينة بتقع على السنين. فاحنا نحب نعمل في السن ده سن مثالي في العلاج، بس بشرط ان الجذور كلها تبقى اكتملت النمو. وطبعا بيختلف من سن لسن، يعني ممكن شخص ممكن فعلا النمو بتاعه يتأخر شوية دكتور. طبعا احنا الفيصل بتاعنا ان احنا نعمل الأشعة ونشوف النمو اخباره ايه. وطبعا ده ما بيقفش بقى عند سن، عشان بس حد ممكن يتخيل ان انا قلت ان 12 سنة، لا احنا من 12 لغاية 50 سنة ما فيش مشاكل خالص. كل حد ابتدى يحس ان هو متضايق من ترتيب سنانه وعايز يصلح الابتسامة وعايز يحسن الدنيا، ما فيش حد اقصى للسن. لكن احنا بنقول البداية من سن 12-13 بشرط اكتمال الجذور. ده معناه ان مثلا السن الاكبر بيبقى بياخد وقت اطول في العلاج مثلا؟ اكيد اكيد. السن بتاع ال 12-14 ل 20 كمان ده سن جميل مثالي للعلاج بتاع التقويم. بياخد وقت اقل وبيحقق نتائج حلو. بياخد وقت اقل كتركيب للتقويم. برضو من الحاجات المهمه هو ما بعد التقويم، يعني هنجيلها في الايه. دي برضو يعني عليها قصص طويله. لان حتى بعد التقويم حتى للسن والاعمار بتهيالي هتختلف يا دكتوره تريزا معانا. طيب خلينا برضو نتكلم على التقويم. هل هو التقويم بنسميه تقويم علاجي ولا تقويم تجميلي؟ وامتى يكون محطوط في هذا الاطار او هذا النمط او الجزء ده، وامتى كمان نقول عنه وظيفي؟ اوكي. في هقول مثل بالموديل دوت. ممكن حد يجي بيعد سنانه على بعض كده او كده مثلا، يعني الانجل او الشكل بيختلف. فلما بيجي يقفل سنانه على بعض بيبقى فيه اصابه بتقع على سنة أو اتنين من أي فك من الاتنين. مع كل حرف بينطقه أو مع كل بلعة ريق، فنلاقي الطفل جاي أو الشاب جاي فيه عنده سنة بتتلخلخ. أنا حتى صورة أهي، السنان اللي فوق بتعد جوه السنان اللي تحت، داخل الجوه داخل الجوه، فبتزق السنان اللي تحت مع كل مرة الفك بيتقفل بتبلع ريق. فدي اسمها تقويم علاجي. لازم اوقف الاذى اللي واقع على الاسنان اللي بتعد غلط. فالتدخل هنا هيبقى اسمه علاج مش بس تجميل. وباي ذا واي احنا بنجمل، يعني لو شفنا نفس الصوره بعد العلاج، السنان لما اتعملت العضه صح بتخرج لبره، الشكل اختلف خالص. والسنه اللي تحت اللي كانت بتتحرك اتثبتت بمجرد ان احنا وقفنا الاذى اللي واقع عليها. فده بنسميه التقويم العلاجي. التقويم التجميلي مختلف. ما هنا برضو تجميلي زي ما حضرتك قلتي في الاخر، هو برضو في الاخر هو تجميل. بس ممكن التجميلي نقول ايه، يعني انا يعني مش متضايق، لكن انا موجوع، انا في سنه بتتلخلخ،
فانا اي هاف تو، انا لازم اتدخل واوقف الاذيه اللي واقعه على السن. ونفس قفله الفك اظن برضو هتبقى فيها مشكله ديفورميشن وحاجات شبه كده، دي احنا بنعالج. طبعا يعني حتى الوظيفه بتاعه العض او بتاعه مضغ الطعام او طحن الطعام كل ده ممكن يتاثر بعد كده. بالظبط، وبيبقى النتيجه انه الانسان دوت بيفقد سنه اساسيه هتعيش معاه مدى الحياه. طيب يعني برضو من الحاجات اللي دايما بنعرفها او اعتدنا نسمعها على التقويم ان لازم نعمل عمليه خلع او احلال عشان نقدر نوسع. دايما بنشوف بشكل التقويم كده ان شكل التقويم العادي بتاع الشخص اللي محتاج تقويم ان ده سنانه اكتر من او حجمها اكبر من حجم الفك، هل هو ده الطبيعي يا دكتوره؟ اشكرك جدا، السؤال ده جميل قوي الحقيقه، عشان احنا انا بيجي لي حالات كتير يقول لي انا عايز اعمل تقويم بس ما تقوليليش اخلع. الحقيقة أنا عايز أوضح إن ده لأن هما عكس بعض دكتورة تريزا، يعني أنا النهاردة عايز أحافظ على سناني مش عايز أغير في سنان الطبيعية بتاعتي، وفي نفس الوقت أنا عايز أعمل تقويم فبتقولي اخلع سنانك، فهي برضو ساعات المريض بيحس أنا مش عايز كده. صح، خليني أوضح الحتة ديت علشان فعلا في ناس كتير بيجوا يقولوا عايز أعمل تقويم بس ما تقوليش اخلع سني. صحيح، الحقيقة هو ده ولا قرار الحالة ولا قرار من عنديات الدكتور، ده علم. يعني إيه؟ إحنا بنعمل أشعات معينة وقياسات معينة على الأشعة وقياسات معينة على الموديل الماكيت اللي احنا بنعمله، والعلم بيقول يا إما في حالات بتقول لي لازم أخلع، في حالات تقول لي ممنوع أخلع. ممنوع وفي حالات بوردر لاين يعني بين البنين، ممكن أخلع وممكن ما أخلعش. الحالات دي هي إيه؟ مثلا أنا عندي حل من الاثنين لما يكون السنان مسحومة في الفك، يا إما أوسع الفك شوية عشان يترصص فيها السنان، يا إما بشيل سنان علشان أرص الباقي في مقاس الفك. فأعمل ده ولا ده، في تلت الحالات ممكن أخد فيها قرار من الاثنين على حسب يعني، لكن في تلت بيقولي لازم أخلع وفي تلت بيقولي ممنوع أخلع. فالقرار مش كلام ممكن يتقال فيه يس أور نو، ده قرار علم بس. فحبيت أوضح ده علشان الناس فاهمة إنه إن أنا بمزاجي أقول للدكتور أنا مش عايز أخلع فالدكتور ده حلو وسمع الكلام. ده حقيقي يا دكتور، احنا من اي الدكاتره فعلا حسب النيات الشخصيه بتاعتنا، لكن هي زي ما حضرتك قلتي في الاخر الحاله هي اللي بتحكم الطبيب. هو علم، انا عايزه اقول بس ان هو علم يعني. الاشعاعات والقياسات هي اللي بتقول لي اخلع ولا ممنوع ولا بوردر لاين. دكتور تريزا، عندنا اسئله كتيره قوي، اظن ناس كتيره فعلا ممكن يكون عندهم ازمه في موضوع شكل الفك شكل الاسنان وعندهم تساؤلات كتيره. لسه عندنا اسئله كتيره عن موضوع التقويم اللي كمان بنتكلم عنه للكبار، تعلمنا مع حضرتك النهارده الكبار بدايه من 12 سنه او نمو الكامل للاسنان فما فوق وما فيش حدود ليها. لسه اسئلتنا كتير بس فاصل قصير مع الساده المشاهدين ومع حضرتك ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. مشاهدينا اهلا بيكم، رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل، والحقيقه مكملين حوارنا وكلامنا عن تقويم الاسنان. دايما بنقول كده التقويم او كلام على الاسنان بيدينا دايما الانطباع الاول، وبنبص على الابتسامه، بنبص على المنظر الجمالي الكبير، لكن ايضا ما بننساش الناحيه الوظيفيه اللي اتكلمنا عنها ايضا في الجزء الاول واهميه الناحيه الوظيفيه في التقويم او الاسنان بشكل عام. معي ومع حضراتكم ضيفتي حلقه النهارده دكتوره تريز يوسف، استشاري طب وجراحه الفم والاسنان بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه ومستشفى الحياة، وزميلة الجمعية العالمية للتقويم بالولايات المتحدة الأمريكية. برحب بحضرتك مرة تانية دكتورة تريزا، مشرفاني جدا يا فندم. أهلا بيك. أظن حلقتنا النهاردة مليانة ابتسامة حلوة، مليانة شكل جميل. فعلا موضوع التقويم أظن أنه هو حل مشاكل كتيرة جدا، ساعد ناس كتيرة فعلا أن هم يستعيدوا ثقتهم بنفسهم زي ما حضرتك قلتي، موضوع الثقة، موضوع الابتسامة، موضوع أن الواحد يبقى قادر يقبل على الحياة كمان. ناس كتير فعلا نفسيتها بتأثر على حياتها ونمط الحياة الطبيعي، عشان كده موضوع التجميل، وهنا تجميل الأسنان كمان بنقول إن هو في وظيفة، مش جمال فقط، لكن أيضا الوظيفة بتشتغل أو بتتحكم بشكل كبير. خليني برضو أتكلم مع حضرتك في موضوع تقويم الأسنان، وقلنا إن في يمكن تقويم علاجي وتقويم تجميلي، هل في تقويم جراحي؟ أشكرك جدا. طبعا في تقويم جراحي،
لو احنا من شوية قلنا انه ياريت العيلة تودي الطفل من سن 8 ل 12 لدكتور الأسنان بانتظام، طب افرض في عيلة تناست الموضوع دوت وابتدى يروح الانسان لدكتور السنان لما يكبر، ولقينا ان في يعني تشوه او نمو زائد في فك من الفكين اللي فوق او اللي تحت طالع لبره، في الحالة ديت بيبقى الحل هو التقويم الجراحي. ايه هو التقويم الجراحي؟ هو الضب مثلا يا دكتور. ايوه اشكرك جدا، هو ده. بالمعنى العامي ناس بتيجي تقول كده، وبيبقى ساعتها الحل جراحة فكين، بس ما بيبقاش بقى في أي عمر، جراحة الفكين لازم بعد عمر 22 سنة. بيبقى بقى بيدخل عمليات، بيتعمل جراحة معينة في الفك المعيوب، وبيبقى فيه طبعا خلع ضرس على كل ناحية من الفك المعيوب علشان نرجعه لوضعه الطبيعي. ده التقويم جراحة الفكين، وبعدها بنعمل تقويم لازم. لازم عشان كده بتحط في إطار التقويم، نظبط العضة، نظبط قفلة السنان. فما فيش حاجة اسمها تقويم جراحي للفكين من غير تقويم أسنان، الاثنين مع بعض. يبقى هنا جراحة كاملة وبعدها جراحة فك وبعدها التقويم الأسنان. طيب برضو يعني من الحاجات برضو التساؤلات، ان في ايه مناسب لمين؟ يعني دايما أيوة. التقويم هل هو مناسب، ايه انواعه، هل مناسب لناس مش مناسب لناس؟ ده برضو التساؤل الكبير اللي الناس كتير بتسأل عنه، هل انا ينفعني تقويم ولا لا؟ بنحدد ازاي؟ هقول لحضرتك احنا عندنا ثلاث انواع من التقويم. يا اما التقويم الثابت المعدني، وده زي الصوره المعروضه ديت مثلا، يا اما التقويم الثابت الشفاف، يا اما التقويم المتحرك الشفاف. خلينا اتكلم على كل نوع. التقويم الثابت المعدني لو هو كلاسيكي بقى، يعني اللي هو الصوره الكلاسيكيه للتقويم اللي هو اللي باين على الشاشه، التقويم دوت بيناسب 100% من الحالات. والتقويم مفيش استثناء لاي حاله من هذا التقويم؟ لا، التقويم الثابت المعدني يناسب كل الحالات ويناسب كل الاعمار. التقويم الثابت الشفاف طبعا بنعمله للستارز بتوع المجتمع، يعني حد بيتعامل مع جمهور، حد في الإذاعة، في التلفزيون، حد مجتمعي مش عايز يبان انه حاطط تقويم، فبنحط التقويم الشفاف. هو طبيعة عمله او كده، عنده تصوير، عنده ما الى، يعني منفعش معاه النوع التاني من التقويم. بس يعني المشكلة اللي بتقابلنا في التقويم الثابت الشفاف ان هو ساعات بياخد الوان الاكل، يعني الصلصات والكاتشب والملونات الاكل، في الاكل بتغير شويه، بتدي شادو للتقويم الشفاف. ياخد من الصبغات اللي موجوده في الاطعمه، من الملونات بتاعه الاكل، الكاتشب والصلصه والقهوه والكاري والقهوه والسجاير. بيتلون بشكل دائم يا دكتور تريزا، ولا ممكن مثلا مجرد طبعا لو الحالة بيغسل سنين وثلاث مرات في اليوم بانتظام هيقلل المشكلة دي. بس لكن طبعا هو عرضة ان هو يتلون، ده الحقيقة عرضة ان هو يتلون، لكن هو بيعالج كل الحالات زي التقويم المعدني بالظبط. بس هو أغلى طبعا. طبعا أغلى بكتير، تكلفة أعلى، وأغلى كمان علشان أي براكت بيتشال اللي هو الفص، يعني أي فص بيتشال من مكانه يتعد واحد جديد بتكلفة عالية جدا، لأني باخد الفص ده من حالة كاملة غير حياة. فهو يعني مكلف وشوية تبديله كمان يعني معقد شوية. التقويم الثالث اللي هو عايزين نتكلم عنه اللي هو التقويم الشفاف المتحرك اللي باين على الشاشة دوت. الحقيقة ده تقنية جديدة ابتدت تعالج نسبة كبيرة قوي من الحالات زي التقويم الثابت، مش 100% لكن يعني كتير من الحالات ابتدت تتعالج بيها. هو بيتعمل شغله كله على الكمبيوتر، بس مشكلته إنه بيعتمد على كفاءة والتزام الحالة بلبس الألاينر اللي بندهول. يعني مثلا إحنا بنديله مجموعة ست معينة، بنقول له الأسبوع الأولاني هتلبس نمرة واحد، الأسبوع الثاني نمرة اتنين وهكذا، بس بشرط إنك أنت بتلبس الألاينر 22 ساعة في اليوم.
فالحقيقة نسبة الالتزام مش بتوصل لكده، وفي نفس الوقت بنقول ان احنا ما ننقلش للألاينر نمرة 2 غير لما نكون وفينا عدد الساعات بتاعت نمرة 1. فالالتزام هنا هو الفيصل. لكن هو تقنية جديدة جميلة بنعمله في شركات معينة، بنبعت المقاس للشركة، الشركة بترد علينا بفيديو على الحالة هتوصل لإيه وبعد قد إيه وقت. بنوريه للحالة اللي جاي يطلب التقويم المتحرك الشفاف، ولما بيوافق بنبتدي ننفذ على طول ونديله المجموعات. عشان برضو نعرفه يعني التوقع بتاعه يبقى عارف التوقع بالزبط. أو يبقى عارف، لأنه بيعتمد بالكامل مش على شغل الدكتور، بيعتمد على التزام الحالة باللبس. فدي نقطة مهمة قوي إن احنا نوضحها، لأنه ما فيش حاجة هتتعمل كده يعني. طبعا كل حاجة محتاجة التزام من المريض. برضو حضرتك قلتي إن ممكن ده ما ينفعش لكل الحالات، يمكن أول نوعين كانوا ينفعوا لكل الحالات. أيوة. هنا بقى النوع ده ينفع يعني الليميتيشن بتاعه في الحالات اللي لازم يبقى فيها خلع لسه شوية. الحالات اللي بيبقى فيها خلع 4 دروس من الدواحك يعني بيبقى المشوار طويل قوي قوي على انه يتصلح بالتقويم الشفاف المتحرك. او ممكن ياخد وقت اطول بكتير طبعا. طبعا ممكن يدخل في 4 سنين. اوكي. اللي ممكن ال4 سنين اللي ممكن التقويم الطبيعي يعملهم في سنه مثلا او سنه ونص او سنتين، يعني ممكن نقول مثلا ضعف الوقت او اكتر من ضعف الوقت بشويه. طيب برضو من الحاجات اللي عايزين نعرفها نسب النجاح يا دكتوره تريزي. ناس كتيره النهارده اللي بيقبلوا على التقويم، حاجه طبعا عارفه بطبيعه الحال عشان تكلفه المواد او الاشياء المستخدمه في التقويم هي تكلفه غاليه. على الطبيب قبل ما تكون على المريض، فهي حاجه مكلفه. النهاردة توقعي لنجاح عملية التقويم قد إيه عشان حتى أقبل على ده؟ مش بس كده، مش بس حتى تكلفة المجهود اللي بيبذل. النهاردة حاجة بتقولي التقويم ممكن ياخد سنة ونص سنتين، ده في الحالات الكلاسيكية اللي هي أقصر المدد اللي نقدر نستعملها ونستغلها. ده طبعا عبء كبير قوي على المريض أو الشخص اللي بياخد القرار. فنسب نجاحه بتكون قد إيه؟ هو التقويم الثابت المعدني والشفاف نسب نجاحه 100%. تقويم المتحرك لأنه نسبة نجاحه زي ما قلت بتعتمد على التزام الحالة مش على الدكتور. فاريبل متحركة. ممكن حد يقضي شهر مش عارف يحقق عدد الساعات بتاعت أول اللاينر فياخد وقت طويل جدا. بس لكن التقويم الثابت الدكتور بيحدد وبيقول هوصل للهدف في وقت قد كده، لانه عارف هو بيعمل هو ايه، هو بيقدر يتحكم بشكل كبير. هو المفتاح في ايده. المفتاح في ايده الدكتور. طب بالنسبه بقى ما بعد التقويم، احنا برضو كلمة في الحته دي حضرتك قلتيها هتشرحها لي باستفاضه اكبر، اللي هو فكره العمر اللي بيأثر على ده، وكمان نسبه الريتينر اللي ممكن نلبسه ما بعد التقويم، الكلام ده كله بيأثر ازاي او بنتعامل فيه ازاي؟ طبعا احنا كل ما عملنا التقويم في سن مبكر بيبقى نسبة النجاح اعلى. بس نسبة الارتجاع اعلى برضو. ليه؟ علشان بيبقى لسه عندي دروس العقل ما طلعتش. فلو حالة مثلا ما فيهاش خلع، خلصنا التقويم، يجي الشاب او البنت عند سن 20-25 يقول السناني اتزحمت تاني. ليه؟ علشان دروس العقل طلعت. دروس العقل وهي بتطلع لو هي مش طالعه ابرايت كده واقفه راسيه يعني، لو فيها اي ميل للامام بتعمل دفعه جامده من ورا لقدام فبترجع تاني تسحم الاسنان. فالسن ده كريتيكال في انه لازم يلتزم بلبس الريتينر. نمرة 2 ان هو الدكتور اللي بيعالج بيبقى شايف رؤية لكده، فبيقوله لما تطلع دروس العقل او عند سن 20 لازم تخلع الدرس الفلاني والدرس الفلاني لانه هو طالع مايل، فبنحتاج يعني نخلعه قبل ما يعمل المشكلة. عايز اكلم حضرتك النهاردة على العادات السيئة وقد ايه ممكن تكون بتأثر بشكل سلبي على الأسنان، وهي اللي ممكن تعمل الحركات اللي ممكن بعد كده نلجأ للتقويم عشان نعالجها. ودي برضو من الجزء الوقائي اللي دايما نقول الوقاية طبعا أهم وأصلح وطبعا بتجيب نتائج أحسن إن احنا نعملها قبل حتى ما نتعالج. ايه الحاجات اللي بتشوفها؟ أشكرك جدا على الهدف اللي انت أصابته ده، يعني هو حلو قوي. أحب الحقيقة يعني
أقول وابعت نداء لكل أسرة لكل أم إن هي تاخد بالها من الطفل من وهو لسه في سن السنة وسنتين وثلاثة، لأنه في طفل بياخد أمانه وهو بينام من إنه يمص صباعه. مظبوط. فأما بيحط صباعه كده بيعمل تشوه في الفك اللي فوق بيطلعه لبره. لو حط الثلاث صوابع دول كده يمص الثلاث صوابع دول بيطلع الفك اللي تحت لبره. فإحنا عملنا تشوه في الفكين لمجرد إن أنا الأم اتبسطت إن الطفل نام وساكت، فهي مش هنا يعني صح بتريح نفسها بعض الأحيان تقول خلاص هو اتبسطت الولد بقى بينام لوحده أو الطفل بينام لوحده. الحقيقة العادات دي ناسة العادة دي ممكن تعمل مشكلة كبيرة للشكل جدا الفك جدا أو شكل. فأنا الحقيقة يعني بناشد كل أم بشكرك يا دكتور إن هي تاخد بالها من المواضيع ديت. إحنا بنعمل يعني حلول كتير. اولا لازم اشوف ايه اللي بيدي الطفل الامان علشان ما ياخدش الامان من صباعه من مص الصباع او من مص الثلاث صوابع. اديله الامان بطريقه تاني. دي حاجه تانية ان انا ممكن الف الصباع، ممكن البس فردة شراب على الايد كلها. لو لقيت الطفل بيقلع الشراب دوت وهو نايم عشان يطول صوابعه، ممكن نلبس شراب طويل لغايه الكتف. يعني ساعات الأم تخيط أو تدبس شراب طويل في كتف البيجامة بتاعت الطفل علشان هو نايم ما يقلعهوش. وندي الأمان، هو ده بيبقى طفل محتاج أمان. بندي الأمان بطريقة تانية، ممكن يبقى توي لعبة بياخدها في حضنه هو نايم، حاجة من هذا القبيل. بس المهم إن أنا أوقف الباد هابت دي. دي عادة سيئة مدمرة للفك وللأسنان. في عادة تاني برضو بتبان في سن التين ايج أو إعدادي وسنة وممكن تستمر، إنه واحد يبقى وهو بيذاكر بيفكر بإنه بيحط القلم كده بيحطه بين سنانه وبتقعد ساعات مع ناس متكبر. عادة بتتعلق معاه فبيعمل كده، فبيطلع بيعمل تشوه في الفك. بدل ما يبقى على شكل حرف يو بيبقى مدبب ناحية الحتة اللي دايما بيحط فيها القلم. وللأسف تلاقي اللي بيعمل الحركة دي بيعملها دايما في اتجاه معين وبإيد معينة، فإما بيخرب الناحية دي يا إما بيخرب الناحية دي. صحيح. وهو بيذاكر أو بيفكر. العادات ديت لو استغنينا عنها هنبقى بنتفادى مشوار كبير قوي في تقويم الفكين. وطبعا يا دكتور يعني برضو بعد التقويم بيكون برضو فيه أهمية كبيرة للتثبيت. بالظبط. أنا عايزة أقول إن في أنواع من التثبيت. في تثبيت شفاف شبه التقويم الشفاف بيبقى آخر واحد، وفي النوع الملون دوت اللي باين في الصورة دوت بيتشال ويتحط، وبيبقى الجزء الملون ده مش باين، اللي باين بس السلكة اللي من بر. وده بيبقى مهم قوي علشان الحالة ما يحصل لهاش ارتجاع. طبعا دكتورة تريزا برضو يعني عايزين برضو نتعرف مع حضرتك النهاردة واحنا بنتكلم عن مستشفى الحياة، ايه الامكانيات اللي موجودة في المستشفى؟ بتقدروا ازاي تعالجوا زي ما قلنا يعني كافة الحالات اللي بتيجي ليكوا من خلال الوسائل المدعومة من المستشفى؟ الحقيقة عندنا في مستشفى الحياة متاح كل انواع التقويم، متاح كل الخدمات المصاحبة يعني قبل وبعد بأحدث التقنيات، وطبعا بنتعامل بأسلوب هادي جدا يعني، لأنه في المرحلة بتاعة التين ايج دوت اللي هو من 12 ل 16 اللي هي الماجوريتي بتاعة الناس اللي بتيجي تعمل تقويم. بيبقى دايما قلق يعني خايف مش متعاون، يعني الحمد لله بنمتص والمتابعات ايضا بتكون الحقيقه برضو كتيره يعني احنا طبعاً. النهارده بنشتغل حاله والحاله دي معانا مش مجرد حاله جت وخلصت. عليا كل شهر مظبوط مثلا سنه ونص او حاجه زي كده يزيد شويه او تقل شويه، بيكون في متابعات دوريه شهريه. طبعا لازم اشوف الحاله بتاعتي كل شهر. كل شهر، ولو في اي حاجه اتفكت من مكانها لازم اشوفه فورا، افضي له ميعاد واشوفه فورا. لانه السنه لو طلعت من الالاينمنت بتاع التقويم هتعمل حاجة مختلفة. فلازم أكاتش على طول نرجعها للأوردر يعني. مشكور جدا دكتور تريزا، طبعا حلقة مهمة جدا، وفكرة تقويم الأسنان وفكرة الـ السن والعمر اللي هو فعلا
في الآخر نقدر نستعمل التقويم أو نستخدم هذه التقنية في كل الأعمار، دي حاجة الحقيقة طبعا خبر مهم وصار. وزي ما حضرتك قلتي برضو حتى الأنواع اللي بتدينا المساحة إن احنا حتى لو شغلنا ممكن نكسف من شكل التقويم، ممكن كمان يكون في أنواع بتدينا الأريحية دي. وأيضا موضوع الحاجات اللي بتتحرك تتشال وتتحط برضو بتالي من الحاجات التقنيات المهمة والمفيدة. بشكرك جدا دكتورة تيرز، طبعا موضوع جميل ومهم وحلو قوي إن احنا نتعرف على كل التقنيات الحديثة زي ما حضرتك النهارده ذكرت لنا، سواء بالانواع المختلفه اللي بتليق لكل الناس او تليق حتى للعمل او للشغل المطابق او المناسب لكل شخص وكل فرد من كبار السن تحديدا. بشكرك جدا مره تانية دكتوره تريزا يوسف، استشاري طب وجراحه الفم والاسنان بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه ومستشفى الحياه، وزميل الجمعيه العالميه للتقويم بالولايات المتحده الامريكيه. بشكرك مره تانية، شرفتيني جدا دكتوره تريزا. شكرا. مشاهدينا خلصت حلقتنا، بشكركم جدا لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم لحلقة النهاردة. نشوفكم في حلقة جديدة، موضوع طبي دائما مفيد مع برنامجكم صحتك.